أنت زينب موجودة، إيه اطمأنت البنت هناك وشافت ما جمعوا أغراضها هناك وشافت ما سووا لها أي شيء، تقول أنا جويعدة وحمل ضعنو شفت يقول لك ليش تبكي على الحسين؟ أنا جويعدة وحمل ضعنو. اسمعها زين، اسمعها زين، إذا تسمعها زين تحرق قلبك ترى. أنا جويعدة وحمل ضعنو، والله ضعن هموم وكن غريبة وما نمنهم. اقرأ وياي، اقرأ وياي إبداعة الحسين. هنيالك تبكي على الحسين، هنيالك قلها سجليها يا فاطمة، قلها وثقيها يا فاطمة، أمانة هاي عندك يا فاطمة. وشن غريبة وماني من همومه، وبعد هو يحملوه همومون وانا تفكر الهموم. وحسينة روح فدوى لحلقك وحسينة. والله ظلموا حشو مظلم نزلهم. زين وين تروح هاي البنت، وين تروح؟ اسمع تقول لابوي ابوي اخذوني وياه بوي اخذوني أسرج الخيمة يايل الخيل، والله الخيل الخيمة يايل، وحط فراشكم لو جلجل اللي تقل أبو يا أبو وين شلون حالها؟ هذا حالها، والله ناشد قوم ناشد قوم بالله يتمرون. قامت تسأل لي روح ويجي الله بالله ناشد قوم ناشد قوم بالله يتمرون بأخبار الغاضرية بلش تدرون. زين أعبر هذه، أريد أسألك سؤال، زينب ياهل يتكفل بحالها، زينب ياهل راح يشيل القضية، رفع رأسه رفع رأسه ونداه يا صاحب الباس، قوم قوم بساع طلع اختك يا عبا، خويا خل نضعان خل نضعان قبل ما تقعد النما، والله مشى يا مشى عباس الاخت وقصد ليها، شالت راسها وشافت وليها تقل هلا
يعظمها يا شايل الغيرة أو شايل النوماس وش عندك بالدرع معلم وبالطمع والله خويا وشوف أنك بجيتك هاي مهتم طبعا بايس لخت وشبح عينه يقلها نريد السفر يخت من المدين والله خونا أخونا أهل العراق مكاتبينا وينهم أهل الحوائج وينهم وينهم بيت الحاجة هذا تقل قعيد قعد يا ثمر قلب وخليلي والله قعيد قعد يا ابو فاضل احكيلي والله احكيلي والله جفيلي يبار المحمل يا وبيت وزمه الله ابو فاضل يقبل يقبل ابو فاضل بس قبل لا نحكي يا ابو فاضل نقول له يا ابو فاضل انسبت زينه والله دق ايد دق ايد ايد على صدره وصاح يا اختي طلع بشيمتي طلع بضغتي اخيج اخيج انا لفدي لجمجتي الله بيت الدعاء انت اكيد قلبك ما يتحمل بس وين شعرت زينب بهذا الموقف لما قام عبيد الله بن زياد يريد يضرب زينب لما راد يضرب زينب وزينب باوعت يمين وشمال انا عباس والله مني انا جيب والله جيبه جيبه هو